السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الجير ديزاين. احنا إن شاء الله هنتكلم على الجير ديزاين وخصوصا السبير جير. فخلينا نبتدي نتكلم كده، هو الجير أصلا إيه لازمته؟ الجير انت عبارة عن ترسيم بيتعشقوا في بعض عشان ينقلوا الحركة. طب احنا لسه مخلصين البلت، ليه ما بنستخدمش البلت؟ ده يبقى ده سؤال كويس جدا. احنا محتاجين نركز ليه ما استخدمناش البلت. فالبلتس او الروبس زي الجيرز اصلا بتستخدم في الباور، نفس السبيد او ديفرنت سبيد. ولا تفتكروا ده كان نفس التعريف اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت في شرح البلت؟ طب احنا محتاجين نبص بصه اعمق شويه على الفرق ما بينهم. طيب الجيرز والبلتس مين فيهم احسن؟ بص، كل واحد ليه ميزاته وكل واحد ليه عيوبه. البلت عامه مور افيشنت. يعني ايه مور افيشنت؟ يعني الموضوع اسهل واخف على الواحد. بطريقه ثانيه، تجيب طرتين وتحط عليهم حته سير وينقل الحركه، ولا تجيب بقى ماتيريال وتقعد تصنعها وتعمل ترس، والترس ده بيبقى دانس ماتيريال، وبعدين هو ما دام حاجه دانس يبقى هو تقيل، يبقى هيضيع منك طاقه لحد عشان هو اصلا تقيل، فهيحتاج من الطاقه اللي بينقلها هتضيع فيه هو شخصيا، مش عشان هو بيعمل سليبينج. طب انا قلت كلمة سليبنج، يبقى على طول مين بيعمل سليبنج؟ البلت. البلت بيعمل سليبنج. طيب يبقى ده ليه مميزات وده ليه عيوب. فمين الوحيد اللي ما بيعملش سليبنج؟ اللي هو التايمنج بلت، اللي هو زي سير التقسيم، تمام؟ عشان هو طبعا بيستخدم لور دينسي ماتيريال زي الكاوتش والحاجات دي او الجلد، على عكس الماتيريال ممكن يبقى الومنيوم بقى ولا ايا كان المادة المعمول منها الترس، تمام؟ يبقى الفرق ما بين البلت والجير اتمنى يكون واضح. طيب تعالى نتكلم اكتر. احنا دلوقتي بنتكلم على البلت درايف. البلت هو بيشغل طبعا صوته اهدى، الصوت اللي بتسمعه يبقى صوت البولي مش صوت السير ذات نفسه، صح؟ وبرضه يبقى صوت هادي، بس خلي بالك ده سير، يعني هيتقطع يعني يسخن، فلازم تعمله فريكوينت مينتنس. مش بتروح كل شويه العربيه نغير سيور غير سيور غير سيور؟ يبقى انت كمان محتاج تعمل الايننج للبلت. ليه؟ عشان ما يهربش منك، ما يقطعش منك، كل الكلام ده. فالكوركت تنشن والالايننج للبلتس الاثنين دول مهمين جدا، وده موضوع مزعج شويه. طبعا لما يكون في هاي تورك، بين التورك عالي مش سرعه خلي بالكم، او هاي تمبريتشر ممكن يحصل سليبنج. ولو حصل سليبنج او اتقطع او اي حاجه مفيش مشكله، مش كاتاستروفيك، هو البلت هيتقطع بس سهل نبدل سير، صح؟ على عكس الجيرز. فعشان كده مش عارفين الموقف عامل ازاي في اللودينج، unpredictable loading، بنستخدم سيور على طول، تمام؟ طبعا السيور بتستخدم عشان تنقل حركة على مسافات بعيدة، قول انك تعمل له سيت اب بيبقى سهل، على عكس الجيرز. الجيرز بقى تاني كان في البلد كان في سليبنج، هنا مفيش سليبنج، الروتيشن اللي بيحصل حقيقي زي ما هو. مي ديفلوب باكلاش. الباكلاش ده اللي هو زي خلوص كده، بتبقى حركة كده بسيطة تظهر فيه مع long period of time، تمام؟ ما بيحتاجش maintenance طبعا زي البلت، بس بيحتاج تصنيع، وفي التصنيع بيكلف اكتر طبعا، بيحتاج يتزيت، وبس ممكن يشتغل في درجات حرارة عالية و high low. طبعا موضوع ال high temperature ده هنتعرض له ان شاء الله لما نتكلم في الاجمع equation بإذن الله او AGMA. وعامة بيستخدم for short distances. طيب الجيرز اشكال وانواع، هنركز بقى على الجيرز، سيبكوا بقى من البلطة، احنا هنركز دلوقتي على الجيرز اشكال وانواع. طيب اشهر واحده هو السبير جير اللي احنا بنشوفه ده، اللي هو سنته معدوله والترس بيمسك من بره ومن بره. برده ممكن سبير جير ده ممكن يبقى ماسك من بره واحد تاني ماسك من جواه حلقه كده، فده بنسميه انترنال جير. واللي اخد من درس من كوثير ماشين شاف المنظر ده قبل كده. طيب احنا ممكن مين كمان في عندك؟ البافل جير. البافل جير ده عباره عن ايه؟ عباره عن ترسين ماسكين مع بعض، واخدين بالكم مش قد بعض، مختلفين، وبيبقى فيه سنه ميل كده، سنه ميل يعني على الاكسس بتاعه. طيب بصوا بقى ستريت بيفل جير وسبايرال بيفل جير، السنه ذات نفسها مايل والاثنين مش زي بعض. في حاجه اسمها متر جير، ده مش مشهور قوي يعني، بس المتر جير ده زيه زي البيفل جير، الفرق الوحيد الاثنين بيكونوا قد بعض بالظبط. هو دوره انه ينقل السرعه زي ما هي، بس على الاكسس ما بينهم 90 درجه، هنا لا بيحصل فيه فرق في السرعه. طيب عن الراك اند بينيون برضو معروف، وعندك الهيليكال جير شايفين زي ما انتوا كده مايل بيمسكوا في عكسه، او ممكن يبقى دبل هيليكال جير، وده ساعات بنسميه هيلينج بون.
واخر حاجه الورم جير. فدي اشكال مختلفه للجيرز لازم تبقى عينيكوا عارفاها ومتعوده عليها ومرتاحه لها، مفيش اي مشكله في النقطه دي. الفت نظركم، احنا هنركز شغلنا على السبير جير. محتاجين نبص بقى على الترس بتاعنا شكله عامل ازاي. بص، ده اخر السنه من تحت، قبل الترس ذات نفسه، تمام؟ فده الروت، تمام، او الديدندم سيركل. يعني ايه الديدندم؟ بصوا، هي تاخدوا بالكم هنا في كذا حاجه، في هنا سيركل وهنا سيركل وهنا سيركل وهنا سيركل. اللي من بره لغايه النص بنسميها ادندم، اللي من النص لغايه جوه خالص بنسميها ديدندم. طيب ايه اللي في النص ده بقى؟ ده اللي هو بنسميه البيتش سيركل. لما تسمع حاجه اسمها بيتش سيركل دايمتر، عايز اوريكم كده، اكتب لكم تشوفوها كده، بي سي دي، بيتش سيركل دايمتر، ده اللي هو الدايمتر اللي احنا بنشوفه طول الوقت، تمام؟ البيتش سيركل دي لما نعملها هو ده السيركل، ده اللي بيتحسب عليه الدايمتر. يعني لو ده سنتر تحسب لغاية هنا، ده الدايمتر اللي احنا نشتغل عليه، مفهوم؟ طيب مش عايزين برضو ايه، تعرفوا تشوفوا حلو قوي. طيب ايه كمان؟ قلنا كده، قلنا الوركينج دابس اللي هو الجزء اللي بره، اللي قصدي من بره خالص لغايه جوه. طيب في، تاخدوا بالكم في ده، في هنا واحده صغيره، ايه دي؟ طيب اللي هي هنا توتال دابس، ايه دي بقى الحته الصغيره دي؟ الحته دي اسمها كليرنس، تمام، اللي هي الفرق ما بين الاتنين دول، تمام، او الفرق ما بين دول هو ايه؟ الكليرنس. طيب هو ممكن تقول الكليرنس او الدبث سيركل برضو ممكن تحسبها. التوث سبيس دي اللي هي مسافة من السنة للسنة اللي بعدها، خلي بالكو، تمام. السيركل بيتش بقى دي حاجة تانية مهمة، دي من السنة هنا اهو على البيتش سيركل دايمتر لغاية نفس المكان في السنة، ماشي؟ خلي بالكو، في حاجة اسمها سيركلر بيتش وحاجة اسمها بيتش سيركل. سيركل بيتش اللي هي البيتش اللي هي مسافه من نقطه للترس اللي بعده، انا اسف، للسنه اللي بعدها في نفس المكان بالظبط. البيتش سيركل او بيتش سيركل دايمتر دي اللي هي البي سي دي اللي هي الدايمتر اللي احنا بنشتغل عليها طول، تمام. هنا بيقول لك الاليمنت، بيقول لك ده حته دي اسمها التوب لاند، وده الفيس ودس، ودي الحته دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نبقى عارفين عرض السن ده قد ايه، وهنبقى نشتغل معاها كتير جدا. اتمنى تكون الدنيا واضحه، واتمنى تكونوا واخدين بالكم من السيركل بيتش، واخدين بالكم من البيتش سيركل. اوكي، الجيرز فيلوسيتي ريشيو. طيب تعالوا نرسم. انا عندي ترس اهو متعشق في ترس تاني اصغر، ماشي، مش دي النقطة. طيب واحد، هنسمي حتى ده واحد، يلا، ونسمي ده اتنين. طيب ده لو لف مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة، يبقى ده بيلف مع عقارب الساعة، صح؟ تبقى دي أوميجا واحد، وده يبقى أوميجا اتنين. يبقى الـ velocity component بتاع الترسين دول اللي تحت، عمودي اللي تحت، اسمها V. يبقى الـ V بالنسبة للترس الأولاني عبارة عن أوميجا واحد R واحد، وبالنسبة للترس التاني عبارة عن أوميجا اتنين R اتنين. نقدر نستنتج من هنا إن أوميجا واحد على أوميجا اتنين بتساوي R اتنين على R واحد، يعني العلاقة ما بين الأوميجات والآرات علاقة عكسية، وده بنشوفه دايما في العربية وأنت بتسوق، إن الترس الأولاني هو الترس الكبير اللي بتاخد منه عزم ما تاخدش منه سرعة، والترس الخامس هو الترس الصغير اللي بتجري بيه سيادتك، صح؟ فعشان كده علاقة الأوميجات مع الآرات كانت عكسية، ودي شفناها حتى قبل كده في البلد، وهنشوفها حتت كتير بقى. علاقة أوميجا مع الآر أو أوميجا مع الدامتر علاقة عكسية، حلو؟ جميل. طيب الترس الكبير، صح، الترس الكبير هو عبارة عن ايه؟ هو اللي بيجري، ولا ده تاخد منه عزم تطلع بيه مطلعاية؟ لا، تطلع بيه مطلعاية. طيب لما يبقى عندك ترس كبير هيشيل عزم كبير، يبقى انت عايز تزود عدد السنون اللي عليه ولا تقللها؟ تفتكر؟ اشرحها لك بطريقة بسيطة. عندك كرسي، تمام، ليه كام رجل؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، صح؟ طيب إيه رأيك لو واحد جه قال لك أنا هحط كل رجل خمسة؟ ممكن،
بس هي فكرة مش ذكية قوي، كاستابيليتي مش محتاجاه، بس كلود أكيد أحسن عشان أنت قسمت اللود على 5 مش على 4. نفس الفكرة، نرجع لجيرز، أنت عندك ترس هيشيل عزمة عالي، أحسن لك إنك تزود عدد السنون ولا تقللها؟ أحسن لك تزودها. فعشان كده علاقة الأرات مع الإنات اللي هي number of teeth عدد السنون علاقة طردية، إن 2 على إن 1. ركز كده معايا بقى، فالأوميجا 1 مع الأوميجا 2 هي بتساوي ار 2 على ار 1 بتساوي ان 2 على ان 1. القانون ده عمره ما هيبقى جيفن في أي حاجة في الحياة، أنت لازم تبقى عارفه زي اسم حضرتك، تمام؟ لازم تبقى عارفينه كويس جدا. في ناس بس ما تحبش كلمة ان، بيستخدموا تي number of teeth، يعني إيه كله صح مفيش مشكلة، بس هنلتزم إن شاء الله بالإيه بالان، تمام. conditions for gears in mesh، mesh او meshing يعني حاجه متعشقه في بعضها، تمام. فهل اي ترسيم في بعض هيبقوا متعشقين في بعض؟ ان اي ترسيم نحطهم في بعض يتعشقوا في بعض؟ ما كانش حد غلب يعني. ممكن تجيب ترس كبير وترس صغير يتعشقوا على بعض، ممكن تجيب ترس كبير وترس كبير يتعشقوا على بعض، ممكن تجيب ترس كبير وترس كبير ما يتعشقوش على بعض، ممكن تجيب ترس كبير وترس صغير ما يتعشقوش على بعض. التباديل التوفيق كتير قوي، طب ايه اللي بيحكمها؟ هل لازم الضمد بتاع الترس على اليمين يساوي الترس الشمال؟ أكيد لأ، في تروس كبيرة وتروس صغيرة بتعشقوا في بعض. هل عدد السنون هنا لازم يساوي عدد السنون هنا؟ لأ. أمال إيه؟ لازم يكون ليهم نفس الموديول. مين الموديول ده؟ الموديول ده مش حاجة فيزيكال أصلا، تمام؟ ده عبارة عن حاجة اسمها موديول بيساوي الدي على الإن، الديامتر على عدد السنون. كأن أنت لو قسمت الديامتر اللي عندك لترس ترس وقسمته على عدد السنون، هيطلع كأنها المسافة تقل في إيه؟ في النص. كأن هو أنت كنت بتضمن الريشيو ما بين الاتنين بيمشوا مع بعض في الترسيم مع بعض، تمام؟ سامحوني الرسمة مش واضحة أوي، بس يعني إيه الفكرة أظنها واضحة. طيب يبقى إحنا لازم يبقى بالنسبة لأي ترسيم متعشقين، الموديول 1 بيساوي موديول 2 بيساوي دي 1 على إن 1 بيساوي دي 2 على إن 2، مش محتاج أقولك بقى. طيب إيه السيركلر بيتش دي؟ لو تفتكر دي اللي هي كانت إيه أصلا؟ هي عبارة عن باي دي على الأقل، تمام. هي دي، نرجع كده، هي دي كده تقول في حاجة اسمها بيتش سيركل، دي بيتش سيركل دايمتر ودي سيركل بيتش، المسافة من السنة للسنة اللي بعدها لازم تبقى المسافة دي هي بالنسبة للترس التاني تكون هي نفس المسافة عشان اللي الترسين يركبوا مع بعض. اه منطقي منطقي صح، عشان كده لازم يكون ليهم نفس السيركل بيتش. طب ما هو لو قلنا بي واحد بتساوي بي اتنين، يعني باي دي واحد على ان واحد بتساوي باي على دي اتنين على ان اتنين، طب شيل الباي مع الباي فاضل لك دي واحد على ان واحد بتساوي دي اتنين على ان اتنين، واحد قرر يسميهم الموديول بس. فالموديول ده مش حاجة فيزيكال، هو أصل القصة مين؟ السيركل بيتش. فالله يرضى عليكم وتعرفوا بقى الفرق ما بين السيركل بيتش والبيتش سيركل دايمتر، تمام. فيبقى اصل الموضوع مش الموديول، السيركل بيتش. اللي بعده البريشر انجل. اه البريشر انجل دي عايزه لها ايه؟ صفحه لوحدها. نجيب بقى كده ونرسم ترسين.